يلا بنات 3 2 1 تشيز. حنا وين؟ في الكشة والجو يفول. سلامات يا ابوي، جالسين في نص الشارع كاشفين ولا متعطلين؟ مالك دخل، هذا مكاننا، اذا مو عاجبك لا تقعد. بعدين وش ذا اللمبات؟ عرس عايده. سويت نكت انت طاقيتك اللي كانها غطا شطه. بعدين ما الومك، ما تعودت على الترتيب والاجواء. اقول يا ابو حمود، ما ودك تكملنا بلاط رايحين؟ كون عنب بس بكوني. اجلس اجلس يا ولد الهاص. يلا بنات صورة صورة. لا 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 مو حلوة مو حلوة، اصبروا. نفس جو الاستراحة، ما في أي فرق، بس هناك بيننا وبينهم جدر، هنا سيارة. ليش ما نجي هنا كل يوم ببلاش بدل ما ندفع لأبو عبيد إيجار الاستراحة؟ أقول سمعنا شيء يا صالح وفكونا من الاقتراحات النايمة. ها والديب شاهي خفيف ومخدر بدتنكة، واللي تصبح عجوز تمشي وتدق رقبة، تمشي وتدق رقبة. يا الله وش الأغنية القديمة ذي، من وين جبتها؟ هذه من مسرحية المهابيل. أوه ذكرتها، اللي فيها خالد سامي الله يرحمه. الله يرحمه. تبين قهوة؟ لا مستحيل. ليش وشو؟ سيارات حرارية بعد؟ لا بس ما أحب أشرب كافيين بالليل، أخاف يسهرني. يا الله يا ليتني جايبة هوت شوكلت. شاكوش يصك راس العدو، يوم إنك ما تبين قهوة ليش خليتيني أصب؟ طيب وراك قلبتي علي، عادي خلاص اشربيها ولا أعطيها واحدة من البنات تشربها، أنا بطلب هوت شوكلت من كيان. ملاك؟ نسيت التوصيلة، وشلون بنشغل الشواية الكهربائية الحين؟ هذا أنت قلتيها كهربائية، يعني التوصيلة تجي قبل الشواية، شلون نسيتيها شلون؟ خلاص عادي الحين بطلب توصيلة. لا 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 خلاص ما لا داعي، اليوم بنشوي على الفحم. أوه نسيت الولاعة. يا ربي هذه اللي بتجنني. سلامات يا مي زهايمر، معليش الشورى جاية معنا دامك ناسي كل اللي موصينك عليه. يا بنت الحلال خلاص روقي طالعين ننبسط، الحين بطلب ولاعة. بس هذا اللي فالحة فيه، بطلب وبطلب رايحين البقالة ومقضين 16,000 عربية عشان نجي هنا ونطلب؟ من مالت عليكم وعلى اللي يطلع معكم. ها ها خير انت وياه؟ عندك فاهم يا لبا؟ اقول اذلف لا اصكك ابن التلمس الحين. بديت المعصبين انا. تبون لفة؟ اكا اكا في الدكة. عمد اخوانا معهم العجل. تعال يا ولد. شكرا. اسبوعين تجهيزات واخرات اغراضكم كلها طلبيات، طلعتكم ذي تشبه كل شيء الا الكشته. اوكي يا الرحاله يا طير البار، لبيت خلصت الحين وش تبي انت وياه؟ لا 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 ما نبي شيء، بس لو تفكونا على طاولتكم دي 10 دقائق نتفاهم معها، وانتم روحوا على فرشتنا اطفحوا البيتزا ذي. اي والله هذا الاقتراح الزين، لانكم واضح انكم ما استغليتوها صح يا نيروبي. لبيت خلصت؟ ايه. يا بطني والله يعني معذور صراحة، شارب لك قهوة واكل لك فطاير وعصير وفصفص وجح، خلاص من ذا ما هو بمعدة. يا عيال من اليوم ورايح ما حكشوت إلا مع بنات، شوف العيشة كيف في قلبك، مو زي كشتتنا رز محروق وفيله تراب. عقب هالشبعة تجي أحلى نوم. أبلش يا عيال، اللي فيه ذاك وش اسمه وين يسويه؟
المشكلة الحين احنا في وسط الشارع وحوالينا كلها بيوت. دبر نفسك يا بوي. قريبة عامر ما قال لنا بيكشف اليوم؟ اي والله، والغريب اكثر ان ملابسه نظيفة وما شم ريحة حطب. طيب إذا مالي خاطر خذ بخاطر طيبتي حق. عشان هذه خنفسانة. الحمد لله والشكر، انا الحين كنت عقرب ولا داب ادرى خنفسانة. ما تخوف فاتت. مطلع على البحر.